عسلامة مدام. عسلامة. مرحبا بيك. وبيك يا عايشك عايش أختي. رزمو أنتي مرأة في الموضوع هذا بالذات. الموضوع يعني في ظل العنف المتسلط على المرأة بصفة عامة، كيفاش نجمو نحمي رواحنا؟ بالنسبة للعنف إيجا نقول لك وين العنف هو بصفة عامة، راجل باش يضرب امرأة هي ما تجيش، إما وين تحط روحك تلقاها، فهمت؟ يعني كان تحط روحك مع ناس باهين تلقى روحك معاهم، مش تحط ناس روحك مع ناس خايبين كيف كيف، كل واحد كيفاش باش يعيش، فهمت؟ شنو باش تتبع؟ تبع كلوشار بطبيعتك باش تاكل الضرب، تبع انسان باهي ولد عائلة يسونك، فهمت؟ هذيك هو. لكن مدام من الاول يعني طفلك تتعرف على شخص من الاول ما تنجمش تعرفه هو عنيف ليه، كيفاش نجم تعرف؟ من الكف الاولاني، من الكف اللي تاكلوا له تعرفوا باهي ولا لا، تاكل كف تبدا عمرها ما كليت كف، سامحني يهنتلها وترجع له بالبوس والتعنيقه وين جاه، كيفاش هذايا ما ماهوش عنيف، فهمت؟ هو العنيف عنيف يعني سواء من كف ولا حتى من عنف لفظي، معناها لفظي. انت من مره الاولى انت اذا صحبت انسان وهز يده وهو وانت صاحبته شنو باش تترجى منه؟ انت مش تولي مرته. حاجه اخرى مدام، يعني الطفل اذا هز يده وعنف الطفله يعني هوني لاحترم بوها، لاحترم خواتها، لاحترم خوالها عمومها، لاحترم الرجال اللي عندها وراها، ترخص روحها، سامح هي ترخص روح. انت تاكل تريحه من عنده ترجع له تبوسه وتعنقه خاطرك تحبه، ينعبوا الحب سامحني، لازم يتحاسب ساعه العنف اللي عملوا ذاك. تقول لك نحبه ما نجمش نستغنى، ما نستغنى عليه، انت تنعفس على القلب نتاعي، ايش تعفس ايش تحب برسامك، شو تقول لي شنو تحب فيه وهو يدقدق فيك في بتريحه وتزيد تصرف عليه من فوق وتزيد تزيد تعطيه الفلوس من فوق. باش نفسروا مدام هذا الكل، باش نفسروا تتفسروا برخص البنات، البنات ترخص في روحها، أنا قلت لك تسون روحك تلقى قدرك، ما تسونش روحك ما تلقاش قدرك، هذا بالنسبة رأيي أنا، فهمت؟ هذا بالنسبة رأيي، إما وضربني وجيب لي كعبة حلوة رضاني بها، وهذا زاد نتيجة إنه الطفلة ما تحكيش لأمها كل شيء. ما ايش نقول لك، ما الام ما تجبدش بنتها، يلزمها تجبد بنتها باش تعرف ش عندها، يلزمها تقولها احكي لي الباهي والخايب، انا امك انا سرك، فهمت؟ تجبدها، فهمت؟ مش تخليها في الشارع تخرج من الصباح لليل ما تعرف عليها حتى شيء، تروح وين كنت ناقله، وين كنت نخدم، وهي ما تعرف شيء. ديما ترافي بنتها صغيره ما عندها ما تعمل، بنتي كنا راهو ولادنا حتى رجال، حتى ولادنا رجال ديما راهوهم صغار ماهمش كبار، فهمت؟ ديما راهو ولادنا ما صغار مش كبار، فهمت؟ ايش تحب نقول لك اختي، هذيك عز نفسك تسيبها، بالنسبه رايي انا هذيا، وين تحط روحك تلقاه، تحط روحك مع ناس باهين تلقى روحك، تحط ناس مع هذيك هي. لكن مدام هذا الكل ما يبررش العنف ضد المرأة. عارف ما يبررش. يعني مهما تعمل مهما مهما كان السبب يعني. هاني قلت لك أنا ما فهم هو أصلاً ماهوش راجل. اللي هو اللي حط يده على المرأة ماهوش راجل. فهمت؟ وهي اللي ترجع له زادة كيف ماهيش امرأة. تاكل تريحة وترجع له. فهمت؟ إيش تحب أختي؟ إيش تحبني نقول لك أكثر من هكا؟ الرخص موجود بين المرأة والراجل، دزاني نحب نموت عليه، ما نجمش نرقد، ما نجمش نشوف، ما يجينيش النوم ما يشوفوش، وأنت راهي كنت تاكل في المسبط، راهي برشا حالات قدامي، منهم حالة قدامي كل يدقدق فيها بتريحة، والله العزيز قلت لك مشيت لجماعة النقل الجماعي قلت له بجاه ربي برا حز عليه، تلفت نلقاها تبوس وتعنق فيه، يا وخايتي. يا خاتي منين باش تدخل بالحق ذيك عليه ساعات تدخل روحك، يحكي لي مرة تاكسي قال لي دخلت روحي هبطت نحز عليها، قالت له شنو مدخلك خطيبي؟ قالها انا هون مانيش راجل اللي جيت نحز عليك، قالوا كمل عليه، باش تحب منين باش تلقى برسم تجي تشوف تقول تسخفني، تدخل روحك تقول لك اش يهمك، خاطر كيما
قلت انت معناها تقول له خطيبي ولا تقول له ما مدخلكش ولا ترجع له، هذا كله قله وعي. يعني تحسها ضحيه حتى في الغباء اللي قاعده هي تقوم به. غباء وما فماش منطقها، ما عندهاش خبره، تلقاها ما عندهاش خبره في الحياه مسكينه، زاده فم تلقاها ما تحكيش ولما ترفضك المواضيع هذه. رد بالك يا بنتي ملكة، انا نعرف اقسم بالله من الكشه الاولانيه اللي تاكلها ما عادش تتلفت له، ما عادش تتلفت له، ولا يهنتلها قدام ناس ما عادش تتلفت له، يلزمها ما عادش تتلفت له. ومن بعد يقولوا هاو هاو كيفاش الراجل يضرب، هاو كيفاش المراه تضرب، حتى المراه زادت تضرب الراجل، حتى المراه زادت تضرب. باش نقول له كان الراجل ما يضربش، حتى المراه تضرب، تلقاها ساعه على ساعه المراه تحكم في الراجل وتحكم فيه، لا تخليه يمشي لعائلته، لا تخليه يتنفس، لا تخليه يحكي لا مع فامينته، مع حتى شيء. زاد هذاك مش عنف، وتنكروا في عائلته ماهوش عنف، زاد كيف 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 كيف. اختي العزيزه اش تحبني نحكي معاك اكثر من هاك؟ الدنيا تشقلب حالها، الدنيا ولات بالمقلوب، وهذاك اخر الزمان، فهمت؟ هذاك اخر الدنيا. مازلنا نشوفوا العجائب والغرايب في الدنيا هذي، ولا مازلنا نشوفوا العجائب. ظل هذا الكل مدام، كيفاش نجموا نحميوا بنياتنا اللي مازالوا صغار؟ هاني قلت لك الطفله تحمي روحها من العلاقه اول مره تشوفه، فهم؟ هو مش باش يكون ملايكه من المره الاولى، راه ما فهميش. لازم باش تلقى عنده ديفو، لازم باش تخرج فيه ديفو، لازم باش يخرج عنده ديفو. ومهم جدا انه تحكي لامها كل شيء، خاطر الام تعرف وتقيم. صحيت الديفو من المره الاولى يظهر عليه كانوا باهي ولا خايب. خلي لك مدام الكلمه الاخرى باش تنصح الاولياء. ننصح الاولياء يفيقوا لاولادهم، يزيهم من النوم، ويزيهم من فلانه وفلتانه ومسيبين صغارهم اللي يشدوا به فلانه وفلتانه والتقطيع والتريش، يتلهوا باولادهم، يتفقدوهم، ما يسالش ايش به ساعه على ساعه نمشي نهد لليسي ولا نطل ولا نشوف بنتي ونمشي نطل عليها ما غير ما نقول لها، ولا ولدي زاد حتى الطفل زاد تخاف عليه كيف كيف، كي الطفله كي الطفل راهو كيف كيف، فهمت؟ تجبد بنتها ليها ولا تجبد ولدها ليه، فهمت؟ هذيك هي هذيك نصيحتي لهم. يفيقوا مراقبه مدام خاصه، هاني قلت لك تفيق شويه، يفيقوا شويه. فما نساء ماهيش فايقه يا بنتي، فما نساء ما يفيقوش جمله بصغارهم، فما نساء ساعات بالله العزيز الطفله يا ربي يلتف بينا ويلتف بوليداتنا وبأمة محمد، ساعات تعمل ابداع، تعمل الابداع وامها ما تشلقش به، خاطر ترى فيها 16 17 سنه بنتي ما تنجمش تقوم بحاجه خايبه، ديما بريئه يعني في العمر هذاك. العمر اللي تخاف منه، هذاك العمر اللي تخاف منه، وذوك مجموعه 16 و17 سنه فايقين ياسر، وفي المخ نتاعهم في الحاجات الخايبه ماهيش الباهي. اكبر من هكاك برشا يعملوا من العمر هذا، يعملوا في حاجات اكبر من مخاخهم، اكبر من عمرهم، فهمت؟ حتى في اللبسه راقب، حتى في اللبسه تتشوف تنيتي في ساك بنتي اش فما؟ فما صحيت فوالا، تي تحل الساك تشوف اش عندها ما عندهاش، نحل الساك ولدي زيد نشوف اش فيه ما فماش، تي تشوف ساعتي تي خد الدخان تلقاه، تلقى في ساك بنتك ما تلقى، ما تشمش عليها، ما تشمش كي تدخل بنتك ولا ولدك، ما تشمش ولدك فين كان قاعد. كان فما حاجه باش تتعلمها راهي باش تعلمها في العمر هذاك 16 17 18، تتجاوز العمر هذاك ما عادش تخاف عليها. تعلموها في القهاوي والخلطه، والخلطه هذيك تعلم هذيك.